طبيب أسنان بيشتغل إمبلانتس في عيادته بيواجه كومبليكيتد كيسز وبيضطر يحولها لأخصائي في زراعة الأسنان. عشان كده أكاديمية SPC صممت كورس الأدفانسد دينتال إمبلانت اللي بيأهلك تاخد خطوة لقدام في شغلك. الهدف من الكورس هو أنك تعرف كل الأدفانسد تكنيكس وتشتغل هاندز أون على حالات زي أوبن أند كلوز ساينس ليفتنج، ريج سبليتنج، بون جرافت أند ميمبران. وفي نهاية الكورس بتحصل على عضوية الجمعية المصرية لزراعة الأسنان موثقة من الـ ADA. محاضرين الكورس من أحسن دكاترة الإمبلانت وأفضل محاضرين في المجال. دكتور أحمد حليم رئيس الجمعية المصرية لزراعة الأسنان هيتكلم عن الجروث فاكتورز كونسبت وإيه هي الساينوس ليفت وإزاي تعمل سوفت تيشيو مانجمنت، وفي الآخر هيتكلم عن البون سبليتنج أند إكسبنشن بعد ما نكون حطينا الإمبلانت وعملنا الساينوس ليفت. دكتور سلافة بلال ماجستير البريو من جامعة طنطا هتتكلم عن السوفت تيشيو والهارد تيشيو مانجمنت وهيكون في وركشوب على الشاب هيد. دكتور أحمد عبد الحميد أستاذ التركيبات الثابتة والمتحركة بجامعة الإسكندرية وأستاذ زائر في جامعة بيروت العربية بعد الدنتال إمبلانت هيتكلم عن جزء البروفاتيك. احجز مكانك دلوقتي، العدد محدود. لو عايز تعرف معلومات أكتر زور موقعنا.